طمي انا ثواني حصل شنو بيحصل شنو يعني الناس شايفين بيسمعوا في الحدث وبيسمعوا في في الاخبار وكذا لكن كنت داير انقل الصوره كما هي يعني للناس انه شنو اللي بيحصل نحن لما جينا حجاوب على السؤال لكن بس داير اواصل الحته دي واتفقنا على المسائل دي من ضمن صلاحيات مجلس السياده والسلطات ورعايه مناطق الحرب والحرب والسلام ومناطق النزاعات طيب. على اي حال توقفنا في موضوع النسب المجلس العسكري قدم نسبة 50% زائد واحد برئيس عسكري نحن قدمنا 50 أغلبية مدنية برئيس عسكري لكن كان عندنا حيثيات الثلاثة حيثيات كانت شنو اللي هي المزاج الشعبي قلنا المزاج الشعبي في السودان لم يعد يحتمل مطلقا أن يكون رئيس السودان ثاني رئيس عسكري كلام ده غلط ولا صحيح السبب الثاني هو المجتمع الدولي المجتمع الدولي غير قادر أن يتعامل وقال لنا بوضوح شديد ونحن اجتمعنا مع كل الممثلين الدوليين بجانب أكثر من 28 سفير من سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسويسرا وألمانيا وغيرها في الخرطوم وكان كلام واضح إنه إذا كان رئيس المجلس العسكري عسكري لا يمكن أن ترفع العقوبات ولا يمكن أن نفكر في إعفاء الديون ولا يمكن أن نفكر في انطلاقة دولية الثالث هو الاتحاد الأسوأ الثالث هو الاتحاد الأفريقي لأن الاتحاد الأفريقي أيضا وجود رئيس عسكري سيعيق التعامل على المستوى الأفريقي إذن عندما نتحدث عن أنه إحنا دائرين رئيس مدني بأغلبية مدنية مش ركوب راس لكنها مصلحة بلد مصلحة وطن نحن عايزين ننقل بلدنا من حكم ديكتاتوري عسكري إلى حكم مدني مصلحة السودان أكبر من أي مصلحة تانية